سمو الثلاثة الدولية داخل هذا شرف كبير لأننا موجودين معك اليوم. احنا كل اللي سويناه كله عشان نبرز دور الكويت وصورة الكويت عالمية. أنا أشتغل كنت في الأمم المتحدة الحين مع الصليب الأحمر الأزرق، ودوري بس ومهمتي إني أبرز دور دولة الكويت عالمية. أبرزتي أكفي قمت بهالدور الطيب. سلام، أنا جدا سعيدة إني شفتك. سلم. لي الشرف أن أكون موجودة حالياً بالمدينة. أنا سعيد أن ألتقي بكم. وإحنا تحت. يا بنات الخير. جدا دائما العمل. والله. يعني عملكم هذا نحن ما ننساه. الحمد لله. ربكم ما ينساه. تفضل تعليماتك. الله يخليك. وجودك. احنا امتداد لكم وحق توجهكم السامي لدعم العمل الانساني والعمل الخيري في كل مكان. احنا عاد مهندسين نحاول من الجانب الهندسي ندعم ان شاء الله مشاريع الخير داخل الكويت وخارج الكويت. بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله كله تطور. كله خير. نعمل مع جميع الجمعيات. كل اللي تعملونه خير. سيبقى خير. سيبقى احنا ما ننساه. الله يطول عمرك. ولا ربكم اللي ينساه. وفي ميزانك ان شاء الله. الله يطول عمرك. في ميزانك ان شاء الله. نستمد هذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل سموكم وتعليماتكم وارشاداتكم. الله يبارك فيك وياك ومبروك. الله يرضى عليك ويطول عمرك. انت يعني بين وجهك خير واهل خير. الله يرضى عليك. تشرف تسوي معك. وعملكم إن شاء الله عمل الخير يعني هذا ما ينسى. الله يبارك. وتشرف إني أقدم نيابة عن 30 شخصية اللي هو الوشاح هذا وشاح الكويت البصمة الإنسانية. نسأل الله أن يوفقنا وياكم. أولا شاكر لكم هذه هدية نجي باسم اخواني واخواتي كلهم واقول انتم وجه خير ان شاء الله. الله يجزاك. وانتم تعملوه ربكم ما ينساه. ان شاء الله. قبل لي انا ربكم الاول. سبحان الله. فتموا على هالنشاط هذا ان شاء الله. يسعدنا ويشرفنا. السلام عليكم. الشرف لي طال عمرك. هذا مسلم مع حضرتك. يا مرحبا. مسلم. صحيح. تحت مظلتك الله يحفظك. الله يحفظك. ودينك منه. الصحة والعفو والعافية. والله ندعي لك. الله يحفظك. كرمت في قلوبنا. الله يحفظك. الله يسلمك. تحت مظلة بعض الإنسان. الله يخليك. يسلمك. نحن من فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني لمساعدة اليمن لديهم إغاثة اليمن. وبنفس الوقت أنا في ملتقى الكويت الخيري اللي فيه هذه الصورة. هذا الأم الإنسانية والكويت شالت هالاسم بسببك. ودنا ما يكون بس اسم، ودنا يكون معلم اللي حق الأجيال الثانية تصير. يعني الحين الاسم يروح بعد سنين يروح، بس هذا المعلم يظل حق الأجيال الجاية تكون يعرفون إن حضرتك أنت اللي كنت السبب في هالشيء. ودنا نسمي مجمع صباح لأحمد التنموي بيت الكويت الإنساني، يكون تحت مظلته كل مكاتب حق كل الجمعيات والفرق التطوعية الخيرية.
وهذا يلم العمل التطوع الإنساني تحت سقف واحد. طال عمرك احنا في الوزارة عندنا أرض حاليا موجودة في منطقة جليب الشيوخ، إن شاء الله راح يعني مخصص فيها 9,000 متر و600، راح نخصصها إن شاء الله لمثل هذا المجمع. احنا هدفنا أن نلم الجمعيات في مجمع للمجتمع المدني، وراح إن شاء الله يطلب عليه هذا الاسم بإذن الله. إن شاء الله هذا العمل كله بميزان حسناتك. الله يحفظك، الله يحفظك إن شاء الله. تشرفنا سنين قائد مع عمل إنساني، وإحنا اليوم إذا كنا إحنا شباب ونساء ورجال نبي نحط علم من علام، فأنت علمنا علمنا على مستوى العالم، وهذا أقل شيء نقدمه للكويت أن تكون في جائزة باسم الكويت، جائزة بصمة الكويت للعمل الإنساني، على أمل إن شاء الله ببركة سموك وإن إن شاء الله تكون تحت مسماك إن شاء الله. جزاك الله خير، وراعي الخير طول عمره حتى أحلامه حتحقق إن شاء الله. بإذن الله حتحقق إن شاء الله. بشرك أحلام كثيرة قاعد تحقق إن شاء الله. عمل خير ورحمة اللي بحب. وإحنا ماشيين على هذا الخط من أجدادنا لكم إن شاء الله وللمستقبل بإذن الله تعالى. في إن شاء الله يزيد أكثر بإذن الله. بإذن الله إحنا جاهزين ما شاء الله. إن شاء الله الشباب كلهم إن شاء الله تحت أمركم.